عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. الله 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 الله. والجذع حنوا بكي لفراق الهادي المكي، والجذع حنوا بكي لفراق الهادي المكي، اشوفي بعد هالشي قلبنا متحن له. عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عيوني يا حبيبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتم ناقصين دمانتين بقى خيارتها وذا نقل حريرتاي وحنيد لنا رمضان كريم يلا البوا أن نقطع ونيسان. كسر دوا ذا برنامج كما ولد عرورتا أو تضبعت كي بعد مركز دعوتان تي في قسم سات حرونتي سدحة مقال ذا نيروبي. وح برنامج كيدين لا سعود سيسا أنا جو انتصار صالح حسينا على وح برنامج كوكو عسونا عرورتا لقطة دوسي ذوق يلا مقال ذا نيروبي. أو وح برنامج كمرتي و سمية علي إبريبا عبد القادر عبدي أو دكتا دوكسيغا أبو بكر الصديق إكويا لمقالة نيروبي أروري وحن برنامج قالبو كسو قادنا درسيغي دينيغاها فيلم كي كارتون كا إيولي من نشيدوين سدو كلا عرورتا برنامج كنوغسو بوغطا أيا وحن فرصدو سينا إني شيكوين إيا قرآن أيدين سو دياريان إسلام أركان أيدين سو قدبيان سيدا عادة إنو آو حن برنامج قالبو كدا فرنا درسيغي دينيغاها بلينا لداودا حيالي يدو والد دعاء والدك أي مستجابة هاي هذا نقف حلال قوذنا إياه عررته وأقوم ويان إلهنا سبحانه وتعالى من سننه وحاقدر يرسدي عررته أقومتين وحفظي إلهي طالما إلهي أوقاتي أبوهد إنه إلهي إلالي سبحانه وتعالى إمام البخاري إنه بأصول الله بتاي سدع عالد وهيد عررته دكسي القرآن كاللوغين إيبا دكسي القرآن اللقية وحي ورانا يوالا ويديي ووحل لقيري إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحي ويدينا يا محمد بن أبي حاتم وأهانين وراق أها ويسقى وحي أقوري جري يا وحان كويري ويري يا أبا عبد الله كن يدي سيويا يا أبا عبد الله كيف كان بدء أمرك أمرك أقب باللوغيس السذاب أها إمام البخاري مركاسي وحي ورانا يتوانسانو حفظ القرآن كان ليقول إلهامية ودكس القرآن بان قلي ميقا أيو سن قاقاها مركز وحي رتبان سنان جري وحي ربان كيرا أما وابن جري بإنتا تقريبا كدبنا محادة عي كدبوا أنكسوا بحي بويري هدي أنكسوا بحينا وحنقذ قلي إن آن علماء دي دلست آخرين يسي آن فرليستو ننو حاجري لغران جري الإمام الداخل رحمة الله تعالى عليه درسي أيام فردية مالين مال مها كميدة إستغو أخرين أيام درسيقو أخرين أيام وحورين أيام. قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم سندك مركو إنت يري أي إمام البخاري وحو كيري إن أبا الزبير لا يروي عن إبراهيم أبا الزبير نك لا يرى هذا عبد الله بن الزبير بقى لا يرى هذا المكي وتلميذ جابر بن عبد الله ورير مكويان لا يروي عن إبراهيم إبراهيم وإبراهيم يزعيد النخعي وركو فويان لا يروي عنه وويل يرويان التبنجرة لنك وضيقها الداخلها وقل قولي وعنانتي وحنكو إيربو يري بحق وفيري أصوش هذا أصوش معنا وكتابك أصل كأها ee kitabkaaga ahaa bax soo eeg wixii ruu baxay oo gurigu galay
كتاب كيسي أصل كهابو صو أجي سقر دلع الدين يصابح مركز وحي يقول يري سيدكو أوجاتي بل يجاور رنواسي ده هذا بهدوس نهين أبو الزبير سفيان عن أبو الزبير عن إبراهيم سيدي ويان مركز ما حنكو يري يري وزبير بن عدي ليس بأبا الزبير زبير بن عدي ويان أبو الزبير معها مركز قال إنك أنتو إجا قاتي بيري كتاب كيسي صحي وحين يقول يري صدقت ورمت إمام البخاري وحال يقول يري كب ابن كم أنت مال أنت أسيد على الله هاي إمي ساجرتي قال 11 سنة كوي تمن سنة ما بنجري مركا كوي تمن جر أيانها مركا سوي حيري أنت وحي كدم بي وحن قذق لأينا نحفظي كتبتي وكيع يا عبد الله المبارك كتبتي سي مسند كيسي يا كتاب الزهد يسقع ولا يا هي يا كتبتي لم يتكاها ان ان حفظيه وحورنا يا امامك رحمه الله تعالى عليه لحيه تون سنه مركا انجري كتبتها يدا وادمي كتبتها سي وحفظي بير هدي ان حفظينا وان صوبحي وحن حفظي او كل لحيه تون سنه انت انجري كتبتي اهل الراي لان ماشى إمام الشافعي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وكل شيء وحيدته حيستين مذهب الحنفية ذا مذهب أهل الحنفية أي أهايين حنفية ذا مذهب كذا حيستين وحي ركوة مذهب كذا نوان حفظيي وحي رلحية طمان سنة مركا انجري أي أنصاب أحني أنيقا إيا ولالكي أحمد إيا هو يضي إنا نسوح جنو مكان النمت وأن حجني مدينة لسيم ري حدي مدينة لسيم ريو أيام ولالك يوحن كئر هو يسي كحي أذيك أنا جن طالب العلم بان أوفر ليستي طالب العلم أيام أوفر ليستي ما شاء يذا هل كا أنت أوفر ليو كتب بدن بقري دونا شيخ رحمة الله تعالى عليه شيوخ أدو ترى بدن أي الليه إمام البخاري حياته ديس وحل كوبي كرانا ماها محمد بن حاتم ابن أبي حاتم الوراق وكور رمي وحيري وحن مغلي إمام البخاري ورانيا دخلت بلخ ما قال هذا بلخ لا يرادو أفغانستان بكوتا الله هد حدود إيراني أفغانستان هل كاسي سيقرد وذي حدود أفغانستان بكو جرتها بلخ بان تقيب يري رحمة الله تعالى عليه ما قال علميات بأهيد وعلمة أسوه هرتان وعلمة التقان وعلمة يكون نوشاهي بلخ بان تقيب يري فسألوني أن أملي عليهم لكل من سمعت بحديث لكل من كتبت عنه حديثا وحي ويديستين إن أن أييريو كو الباء شيخ أهون حديث كم مغلي هل حديث وكم إذا أن أييريو معنى علماء ذي نو الباء كم إذا هل حديث إن أن أييريو هبل حديث كاسان كم مغلي هبل حديث كاسان كم مغلي هبل حديث كاسان كم مغلي وحي كقرن إن كبضن وأي جارسيان كن شيخ إن أولي كن يزياد آهين رحمة الله تعالى عليه سيد أوت المام أيو سيد أوران كن شيخ كبضن بان كم غلي علماء ذي دي وصن كم دهين إلا صاحب حديث مد والبابا كل قدن وحي أوران أن الإيمان يزيد وينقص إيمانك هو زيادة ونقصامة تام عنه ذو حويان وعلماء وحي آهين أهل السنة والجماعة عقيدة ذي سلف الصالح حيسته أي أهاين انتونا لمن انكهر لبب لو ديسوك وكوهر رميان وحورنا إمام البخاري كن إيا سيديتا شيخ أيام وحكم غلي وسن كجر قف مبتدعة لما انتو دعيهين رق علماء أهل الحديثة لكن رق انتا لن مغض سنين رق حجري أدو دأوين وأولقي بصدي حتى شيوخ ديسي أحمد بن حنبل شيوخ ديسي باكمته وكذا وين احنا نحن بنقول حول شيء بقولي اللي حدن يسقال هجري ذي اسلامك معناها مركو امام مش احمد امام البخاري دلنا اياه احمد بن حنبل هو سدن جري ويا وني وين سدن سنو جرا هذا مع ذلك شيخ بي وذاقان سيد ابو عاصم النبي نيكل اورنجري ضحاك بن مخلد بن ضحاك رحمه الله تعالى لي وحكم اذا ابو نعيم فضل بن دكين باكمده الأنصاري بكمدة عبيد الله بن موسى إلى غير ذلك علماء بدن أو حجرت الشيوخ ذي سؤه ولو ذاك سنة أي ماذا يقع
ولي برجع سنة أي كم مغلين رجع تابعين تها سيدا درت هذا إمام البخاري وحلي أي كتاب كيس أمر كديب الله يقول الله تعالى صحيح البخاري قا يكو الله مثلك ثلاثيات وحلقوا مجعابه نوع كم من أنواع الأحاديث علماء تقسيم تقصة ميان ثلاثيات وحويان بين الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سدح قف كلي أول حي وشيخ يستابعي يسحابي بس رقصوا كانوا كورية ثلاثيات كيسنا وكبذيهن ثلاثيات كإمام مسلم ترمذي النسائي أبو داود ابن ماجه وكبذيهن ما دام وكدا وينا حي لا يقو حي لا ندون الله بقولي وكدا بيسو حنا شو بقولي لحية سقاشن هجرية إسلامك سيدا درت هذا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه مركو قاري سيدة يتوبن سنو أرض الحجاز يسوقو جوغا مقالة مدينة جوغا أيوه قري كتاب كيسا التاريخ الكبير التاريخ الكبير يسوقو أوران يوان اللي في كتاب كايساقا مقالة مدينة هبينك ضيحوا عد عد يعني هبينك ضيحوا وياهي ليالي المقمرة هبينك ضيحوا وياهي وبحسمه وضيح إفتين كياهي أي أن قريب أرني وحنانكو قري مسجد كالنبي صلوات الله وسلام عليه كتاب كايساقا وأسديد يتبنجر إمام البخاري رحمة الله تعالى اللي يتبنصنوا كب الله تقريبا وحي كدم بي أسديد يتبنصنوا كل ما يستري وحكو قرآن إنك بدن أفرية طبن كن ومن الصحابة إلى عصر الإسياء أفرية طبن كن أوقف وترجمة ذو دمشق أو كينيو قف والباء وسوكو بيا ترجمة يسي شيخ يسي عند وحكا ورسي انت بو كينيو إيا شيء كم داهون هدي أجره تاريخ ذا إلى علماء ذي زمن كيسي جوجا يفهم وين نظام كأو قر كتاب كيسة إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ولي حوارنا يي كتاب كان يسجع وانسو جابي حديا ألف لها قف كم إذا مجري أورنا يأفر يتوان كأكون إلا مد والبا ترجمة ذي سو كاملة وانقر كريا لكن وحن كعري كتاب كي نقول له هذا ومسافر هبين ضيح أبو حسمي وعدأها أي قرية ليالا مقمرة ومساجد النبي صلى الله وسلم عليه عمره سوى سديد يتبنجر أفرية طبن كن أوقف ومن الصحابة كصوا بالله إلا يعسر يسيئة أي دوشك هيا وقال لي هاي مدوى البابا وانكبقنا يترجمي دي سينا يقول لي راتم وياني كل تاريخ ذو ذا قرية كريا طلوها دور لما يستير الله انتين نقن لها مرك عبد الله بن الظاهر نكي الأورنجري أي أمير أهواجي سي إسحاق بن الرهوي الرجل لم يتكا أي كتاب التاريخ ذو كينا نوحي راهذين ألا نريك ميانا كتسين نوح سحر معناه سيدو اللي في وحل عجيبة هي الغريبة إلى يومنا هذا نوع كتاب أي علماء ذو كفى إذا استان وكتاب متداول بين العلماء علماء الإسلام كي يسرد الديبان سيدي يتوانسنو نجري مركو قريه رحمة الله تعالى عليه وحكو قرينا وحيا هاي هبين ما هين حتى مالين كلي مالين من هين هبين بان قريب ورني الليالي المقمرة هبين كعددة مجر مقع كم إذا إلا وله قصة أفرية وانك أكون مقع كم إذا مجر مقع يضاسي إلا قصة دير وتاريخ ليس أوان هيا لكن كرهت تطويل الكتاب وحن نعي كتاب كينو يقول له هراضه مركا كتابك هو كتاب تاريخ تاريخ الكبير بلو يقالنا لكن هو مختصر عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه مختصر ويان مركا سوحي وراني يرانتي سي مركو كور رمي انتونا نصابحين وحن لفا لي سنجري فوق هذا ولينك أصحاب الرأي قالوا يقالنا مركا سا مالين مالمها كميدا أيام ميد كميدا رجي ماشي جوجا وحي يقول يرم حاد قرطي ساكي وحن كو يروي يري اللبو أنا أرجي ذا لبا حديث مركاس يقول قصلي مير نين أضيع هاي ماشي في اللي يبا وحي يري لعل إنا تكو قصلي سان لكن وحلا جيا بزبم كهدو إلى هاي عمر السيو إن أي لحظة إن لوبا هذا إن كان يسقى نعم سيدي يتوبان كاسانا مركو وجري كتاب التاريخ وقريو معروف بوكاها أرض الحجاز
إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه لبدا سنة وجوريس لحي طوان سنة كسو حجيه سيديد يطوان سنة ومر يامركو ألف في كتابك واللغي قاني أرض الحجاز وحكو قد دليل القصة وسوء أرورين إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه إلا ويدينه وحورنا يدخلت على الحميدي عبد الله بن عيسى بالي رضا حميدي وأرضي إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه هي سفيان سفيان بن عيينة أدبو لازم سفيان بن عيينة وحال إرادة أفرت سنة أي أرض يؤها سفيان بن عيينة أرض يا أمرك سفيان بن عيينة ويان إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وحورنا دخلت على الحميدي حميدي بان أصوه قال يعني قو سيديد يتوان سنة جرا يضو أي إساقيا ننك لإسكو هستان مسألة إسكو اختلافين حديثكي مركو حميدي أركي أنيقة أيوه حيري قد جاء من يفصل بيننا وحيمد كينك لا صار لها إجرتنا قل لها حميدي وحلك المئضي الواوين إمام الشافعي وأرضي النغضي وحأرضي النغضي سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ونفتيس الشيخ أهاب إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وأنك قول لي يا إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز هذين أهين مالك يا سفيان لذهب علم حجاز حجاز علمي قدر لن وتقلة سفيان بن عيينة أي أرضي أنغضي وإن تاسو سنة لازمة إلى أحفظي حديث سفيان وحي أرين جريبا ليرى هذا أرضي سفيان بن عيينة مركي وي ماذا ماذا قال الشيخ شيخ ما أنتم معيدين سويري حديثك أي حديثك أي حديثك مركي يراهذان سندك سدا يا سدا يا سدا كان ما يدين شيء ما يقدر صدا كان ما يدين شيء ما يقدر صدا أنا قاعد أحفظ النهر أو أحفظ النه معناه هو من أوثق الناس في رواية بروايته عن سفيان بن عيينة أي وح لي أي قد جاء من يفصل بيننا وحنو يمد كي إنك لصار لها إمام البخاري وحير هدان لقيستي لبضوذي قرت وحن أحب ميسف إنك الأورنجر حميدي رحمة الله تعالى عليه إمام الشافعي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحي علماء أصوف الليستين ووح لقى حفظي وأرضي ذو أي وحكا قرنجرين إسوا آنا قرن لهين الميرة أحكوه دليل قصدي وسوء أروريني أبو بكر بن الأعين أبو بكر بن الأعين وأنين وين أضيئة حتى لو قلت لي إلى شيوخ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وهو رأني قد كتبنا عن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه على باب محمد بن يوسف الفريابي محمد بن يوسف الفريابي وشيخ الإمام البخاري وأرضي سفيان الثوري وياني سونا أضيئة الباب كيسان نفرلنا بخاري بأن وحك قرينا مع ذلك إسوغو أنا اللهين وح قرأه إن بهيراته وحجر إسوع عن اللهين أيان وحجر قريني ونجران كريزا قفكم مركون أنجر اللهين أنت دعدي سعيتهاي أدبي ويرتهاي معني وحورنا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه مركو كور رمي صابت كنتين وألي في كتاب كيس الصحيحة هرتي وحال أورنجري سيد إمام الشافعي ورني أصح كتاب بعد كتاب الله وحال أورنجري موطأ إمام مالك زمن نبا سيد الأورنجري إمام مالك مركو موطأ اللي في إلى اللي قصه قاري صحيح البخاري أنت وألي فيه وأنا صحيح بها هيد وركا محايا لي كتبتي اللي ألي في واقع وحا أقص حسنا كتابك موطأ إمام مالك رحمة الله تعالى عليه لكن إمام البخاري مركو يمت أيوح ورن يمالين مال مها كمدا أن نغفر لنا الباب كإسحاق بن راهوي أرضي ذو أي فرديان إسحاق بن راهوي نوح الله يوه أي قار أصحابتين كم إذا وحي راهذين أصحابتين مركو لي هاي أهل الحديث بقول جيدا قار أصحابتين كم إذا وحي راهذين لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذيئات كل من لهذين كتاب قابا وصحيحة وكور رمي النبي عليه الصلاة والسلام سنوين كيسي إمام البخاري وحيري فوقع في قلبي أرنتي يا ذا هيد بقلبي جيجي يقدر دكتي.
عروري أنت أسيان كيف مدرسي ديني جاها وحا إيمن كإني كوسهم مقن قدر نشيدا ما بتحب إلا حالك وبدك كل شيء لك يكون واللي عند غيرك يحلى لك كرماله بتصير مجنون ما بتحب إلا حالك وبدك كل شيء لك يكون واللي عند غيرك يحلى لك كرماله بتصير مجنون عندك لعبي وخيك ما عنده مثله لعبه معك شغلي طيبي أو سندويش بتاكله طعمي منك عندك لعبي وخيك ما شغلي طيبي أو سندويش بتاكلا طعمي منك لا لا تبقى أناني لا 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 تبقى أناني 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 ما بتحب إلا حالك وبدك كل شيء لك يكون واللي عند غيرك يحلى لك كرماله بتصير مجنون ما بتحب إلا حالك وبدك كل شيء لك يكون واللي عند غيرك يحلى لك كرماله بتصير مجنون لما تربح شهدية يا شطور أعطي خيك وعتجرح وتكون بحالك مغرور كلنا نحبك لما تربح شهدية يا شطور أعطي خيك وعتجرح وتكون بحالك مغرور كلنا نحبك لا لا تبقى أناني لا 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 تبقى لا لا تبقى أناني 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 لا لا تبقى أناني ما بتحب إلا حالك وبدك كل شيء لك يكون واللي عند غيرك يحلى لك كرماله بتصير مجنون ما بتحب إلا حالك وبدك كل شيء لك يكون واللي عند غيرك يحلى لك كرماله بتصير مجنون لا لا تبقى أناني waata haaruray marka la ku soo dhawaada barnaamijka maawalada caruurta waxaan idin leenahay daawadayaal ramadaan kariim meel walba aad naga daawanaysaan waxaan jeclaan lahaa inta aan barnaamijka qaybiisa kala u gudagalin caruurta barnaamijka caawin ugu soo booqatay ee barnaamijka martida ku ah in ay bal idin soo gudbiyaan waxa caruurta barnaamijka daawanaysay ugu tala galeen waxaan ka bilaabayaa Cabdiqaadir Cabdi oo dhinacayga midig fadhiya haye Cabdiqaadir aw barnaamijka waa timid aruurta aw barnaamijka daawanaysaa waxaad ugu soo tala gashay ayay nasiido duco quraan intaba ayay quraanka inoo bilaaw bismillaahir rahmaanir rahiim الطور وكتاب مسطور في رق منشور البيت المعمور السقف المرفوع البحر المسجور من عذاب ربك العاقب ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون أفصحر هذا أم أنتم لا تبصرون صدق الله العظيم هيا عبد القادر محاكر وحرور تعاو برنامج كذاوان يساعدوا بصوت لك الشيخ هيا شاكا دينا وشاكا حجر جر اللوح هيا كاميرا دخيل مكا شاكي نيس حجر جر اللوح هيا وحالا اللوي هيا من حالا جرفون من بن هيا قريولا هيا ويلم محلو فرن من فق ايي محلو حرم من قم ايي محلو من قب من فق علشان فرن يحرم على فرميا ايي شو وانت مالك لك محمد شو دواء ايي طبعا يا شو كشي يبكى عندي ما بحد ايي محلو واحد دواء ايي وين مال كل واحد محلو فرن من قم محلو فرا من فق محلو حرا من قم وقل من فق ودي أوفر متوقل وأسكو حرمت من قم ودي وكسي حرمني اللي واحد من فق ودي أوفر وقاسي حرمت وجي جيفتين أسي كرفولا مركزي جيفتين ملكي بينا كركس لسحارة مركز صحر
أبغى شكر أنا كأريد كفر من الناس كبحمس فقال لي صوب يرد مرق لحد ما رأي ما من قبل يرد من قبل يقول لي وكحرمت وكحرم مرق كحرم سحون وسحرم ودين تنبت ويدني هاي أنا وعن سينا يا أسماء علي سمية علي هاي سمية بالعروف تعاوف داوني سأدقن محاوم صوت الغشان قرآن هاي قرآن كنو بلان بسم الله الرحمن الرحيم السماء والطارق ما دراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما اندافع خلق مما اندافع يخرج من بين السلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر ما له من قوة ولا ناظر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرج والأرض ذات السر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمرهم رويدا صدق الله العليم هاي محاك العروس تعاو برنامج كداوني سأدوك صوت لقشة سمية هاي صباح دي ساكعة سردين أوي سردين أخرجت سبحان الله والحمد لله مركا صدقاق أنا كنا سوبا دين كان كل قروح بدن وراه هاي دواء ما الروبة وسودي دين كوتكت دينه كل شيء قروح وهاي يبدل مركي دم بدن دين كوبدل مركي دم بدن دين كمركوبدل عبين كروبة وسودي دواء هذه سنة الحاسة دواء هذه عبين كي كي دين كم هو يست كي كم أنا أريد أروح بدن دواء أنا أريد ديف به وسته دواء أنا محس وخاصة أريد دينك أريد يسوقات من دي يسوقات ويجرست ويكرست بينك مركي بينك كرست أنا بينك بس فعنت قارن ويسولة بس دين كسان ولي أنا قولي كان رب كسو داي مري بقولي كيسي بس قولي كيسو سيسان لي أبا أريكيكي أريكاكي ما خاني خفكي خاطي مركي دنبك دينكي يسيرا أريكي دين توسو خبتي وارمر دبرك خكرا جري مركوك خكرا جري دنو عنا يسي دن دو عذن كيسي كمانتي مركي دنبك شاكا صاحبك وشاكل جالس كل ما ت دوم عادي وكأقل بدي سيد دينك كأقل بدي سمعان معي أخو ماما
أحلى أفعاله لو نشكي ما إلنا بداله بزور الماما اشتقنا له. قولوا مين هو؟ خاله أخو الماما. أبو بابا وماما شو بحبه، بدي أضل نهاري حده. هو مين البس مع خده؟ قولوا مين قولوا مين هو؟ جده أبو البابا. بابي وامي المامي معها شو بتحلى ايامي، هي من نوارة بيتي. قولوا مين قولوا مين هي؟ تيتي امي البابا. أخو البابا خفيف الدم، بمقام الوالد بهتم، وجوده الكل التم. قولوا مين قولوا مين هو؟ عمو أخو البابا. waataa caruurey iluuxan ku guda jirnaa barnaamijka maweelada caruurta oo aad kala socotaan TV ga Somsad xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. Waxa iminka idin ku soo maqan filimkii kartoonka ee xiisaha badnaa balnaba daawada caruurey. What's that? You hear it? Yes. That's the adhan, the call for prayer. That means it's going to be time for prayer soon. I'm going to need to go and pray. Ooh. Why do you pray? I am a Muslim. My religion is Islam, and being a Muslim means I pray 5 times a day. We pray at dawn time, midday, late afternoon, sunset, and at night, just before bed. We pray to God to say thank you for all the blessings He has given us. Oh,
Interesting. Okay, so what's Islam all about then? Well, Muslims believe that there is only one God. The name of God, in Arabic, is Allah. He is the creator of everything. God created the moon, the sun, the stars, the sky, and He created everything on earth. Me and you, the plants, the flowers, the animals, and even the tiniest of insects. God created the entire universe. There are five pillars in Islam. Every Muslim must perform these five pillars. They are belief, prayer, charity, fasting, and pilgrimage. Belief. The first pillar means to believe in God, and that He is the only God, and that the Prophet Muhammad, peace be upon him, is His messenger. The second pillar, prayer, is performed five times a day. And like I mentioned before, we pray at dawn, midday, late afternoon, sunset, and at night. That sounds like a lot of praying. Is it hard? No, not at all. We are praying to God, and when I remember that it is God that keeps me healthy and keeps my heart beating, it makes me want to pray. The third pillar is charity, also known as zakah. Zakah literally means purification. Zakat is to give only 2.5%, just once a year. That means if you have £100, you give 2.5% of this to the poor, which is only £2.50. If everyone in the world did this, there would be no more poor people. The fourth pillar is fasting. In Arabic, it is called Sawm. Every Muslim in the world fasts in the month of Ramadan, eating once in the morning and then when the sun goes down. Fasting helps us to remember the poor and needy better. It also helps develop self-control and helps us to overcome selfishness, greed, and laziness. The main reason for fasting, though, is to please God and become closer to Him. Finally, the fifth pillar is pilgrimage, otherwise known as Hajj. Hajj is to visit the Kaaba in Mecca during the Islamic month of Zulhijjah. Every Muslim should go for Hajj at least once in their life, if they can afford it. Everyone wears white clothes to show that we are all equal. And that's it. Those are the five pillars of Islam. Khoa, thanks. It was very nice of you to tell me about your religion, Islam. Not a problem. You can ask me anything, anytime. But right now, I need to go for my midday prayer. Okay, see you later. Okay, bye. Would you like to come and see how I pray? Okay, sure. Waa taaruur intaasi aan kaga gudbino filimkii kartoonka ahaa waxaan filayaa inaad si aad ah uga wada hesheen. Caruurey, wiil waxaan ku gudbi jirnaa barnaamijka maawalada caruurta. Waxaan jeclaan lahaa mar kale inaan caruurta istuudiyaha dib ugu soo noqdo. Asma, Sumaya, haye, marka aad guriga joogto maxaa qabataa horta? Ya. Horta ma soo mantaa? Haye, guriga marka aad joogtid oo iskuulkii dugsiga laga soo fasax maxaa sameysaa? Guri iska fadhisaa? Wax ma akhrisid? Hooyo ma saacidaysid? Maxaa qabataa? Guriga tirtiraa. Haye, maasha Allah. Guriga hadaa tirtiri taqaanid, hooyo wax badan u qabataa. Haye, maxaa kale u qabataa? Weelka. Haye. Haye. Bas. Maasha Allah. Haye, guriga markaad timaadid, habeenkii aad dugsigii ka timaadid iyo iskuulkii wixii lagaaga soo dhigay, qur-aankii dugsiga lagaa soo baray, soo ma akhrisid? Mise TV-ga fiirsataa? Qur-aanka akhrisaa. Maasha Allah. Meeqa sana jirtaa?
تضوء ما شاء الله هيا عبد القادر هرت رمضان على جرام صوم انت بس هبي هو هذا مالك يلا صوم هيا ما صمت مال انت هيا ما خبر يا صونك صمت مركي لي راه صونك مركي الماء يريين بيها مشغوش لو وعرا هبينك مركي يقول لي ما راح لي ولا صومي بيها ميرا وقع بتاجيت كما صوصت صوصنتا ما شاء الله هاي ما قسنا جرتا كويتون صن هاي مركي دوكسي لغا سو فسحاي اسكولكا وهبينك اد حافظه جوت المحافظه ما تي في داوتا ما مراجعه سميسا يو 10 دي وخي لو سو دغا اقرسا 10 دي تي في مداوت ما شاء الله هذا في عنتا فرش سنوني ليل نهار بالمعجونة تشتشتش ما في سوسر في إيغار وين سنونو فش 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 فرش سنوني ليل نهار بالمعجونة تشتشتش ما في سوسر في إيغار وين سنونو فش 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 Brush my teeth at every times Brush my teeth at every times دقيت الساعة بكير وصارت تعمل بيب 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 فقت وزبطت السرير وصار مرتب تب 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 دقيت الساعة بكير وصارت تعمل بيب 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 فقت وزبطت السرير وصار مرتب تب 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 Brush my teeth at every times Brush my teeth at every times لو باكل عالكي وبيوشعر وبقرقشهم خش 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 رح نضفهم شو ما صار بالمعجونة رش 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 لو باكل عالكي وبيوشعر وبقرقشهم خش 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 رح نضفهم شو ما صار بالمعجونة رش 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 Brush my teeth at every times Brush my teeth at every times عروري وحان سو قارني قبا قبا دا برنامجكا واحو بنتي دردارن عرورة صوماليات اي برنامجكا داوان ايسا ان مرور با اسو قد بنجرة عروري فرينتا عاو وحي حمبارسان تهي وناقا والدكا اولي هاي عروري والدكا مرور با عادلا كلانتان وايناد هادلا وناقسان اياد كلا هذا شان عروري والدكا واقفكا ايدين دالا اسلام مركان ايدي سو كري وحا عاد حران ايسان ميشا سيحان ايسان وحو بيدين سيو waalidka wuxuu idin ku leeyahay xaq weyn hooyada waxay idin soo xabaartay muddo badan oo caloosheedna ku jirteen in badan way idin ku soo dhibtootay marka jiritaan oo kale way idin ku dhaqartaa aabaha sidoo kale waxaad cuntaan waxaad xirataan ayuu idin soo shaqeeyaa marka waalidka waa inaad mar walba ixtiraamtaan aakhiran wanaaga ku helaysaan caruurta idinka aad dhasheen waxay noqonayaan caruur wanaagsan oo idin ixtiraamta hadii waalidkiina mar walba aad wanaajisaan isla markaana hadal macaan aad kula hadashaan caruurey marka aad guriga ka baxdaan oo aad ku soo noqotaan waa in waalidka labada gacmood intaad ku salaantaan oo aad madaxa ka dhunkataan iyo labada gacmood oo aad mar walba hooyo aabo marxabaysaan hadal wanaagsan oo naxariis lehna inaad kula hadashaan caruurey xubintii dardaaranka waa naga inta waxaan jeclaan lahaa inta aan barnaamijka ka bixin in caruurta barnaamijka igu soo booqatay ee caawa istuudiyaha martidan oo ah in aan siiyo jaanis ay ku salaamaan ama fursad eheladooda iyo qaraabadooda iyo asxaabta waliba dugsiyada iyo iskuulaadka ay la dhigtaan haye Cabdul Qadir caawa barnaamijka timid jaanis aa u heshay ya salaamaysaa maxayid haye yowdi abi haye inta sa salaamaysaa ee ardayda dugsiga kula dhaqan ee saaxiibada haye haye sumay يا سلام يا سعاو برنامجك نصيبة ويالا شد غواتي ميت هاي صاحيبة دا معلمين تادا أرضي دا هاي معلمين تا هاي خبيري أبي هاي انت سا سلام يا سا هاي بلنا سنطا حريري 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 اشتري يا عمر الحزن في الحلو تعالوا يلا بطي حسن
اديت الفصيح من البيضة يصيح كل وذبح واشبع. ادروا عندي كل ما تتمنون موجود بالدكتور البيضة عم الشام كل مكان ادروا كل سمعت 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 رومي صيد اليوم 3 كيلوغرام ونص وشوي زايدين يلا قرب ما شاء الله هذه سنة خير قرب 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 واشتري بطاطا اي بطيخ يلا احمر يا بطيخ احمر خيام احمر خيام السوق مليان ما شاء الله ما شاء الله اتفضل اتفضل جحا افندي عالسكين احمر مثل الدم اشتري بطيخ يخفف على قلبك بهالحار يا جحا افندي يا جحا افندي من ينادي وصار عسى خير ان شاء الله من هذا جحا افندي جحا افندي الحمد لله لقيتك ارجوك وقف شوي ايش صار عليك جحا افندي جحا افندي فضحتني بهالسوق وش فيك يا افندي اخوي قبال تاجر ايه تاجر غني غني يعني غني غني كثير طيب فهمنا ممتاز بس انا وش علاقتي ان كان غني ولا لا اتفضل وضح لي ها ايه بس لا تزعل يا جحا افندي لا تزعل انا ابغى بس بالله لا تزعل برضاي عليك لا تزعل تراك انزعلت ازعلنا وانزعلتنا انت تزعل علي وانزعلت انت علي تزعل الناس كلها علينا ماني زعلان تكلم يا اخي ايش تبغى وعلى مهلك ومن غير القاب لو سمحت ايه ماشي اسمعني اقبال ارسل لي رساله من مصر وانا ما اعرف اقراه خلاص خلاص هات الرسالة اقرأ اهلا وسهلا من كتم علما الجمه الله بجام من نار ايه بس اقرأ على مهلك انا ما افهم بسرعة ارجوك اقرأ على مهلك شوي 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 فهمتني يا جحا يا اخي خلصني كفي هاتها واسمع لي ان شاء الله ما يصير الا كل خير هات الرسالة خل نقرأها ترى لازم تقل لي وش فيها ان شاء الله اخبار زينة ان شاء الله بعث لي فلوس اقرأ كل حرف بحرف يا جحا أرجوك لا تخبي علي شيء ها تراها رسالة عزيزة من أخوك بسم الله اصبر تنشوف أخوك إقبال يقول يقول يا الله يا جحا فندي ما ظل بي صبر خبرني كم دينار أرسل لي إيش هالكتابة هذه عربي ولا صيني أخوك ساكن بمصر ولا بموزمبيق يلا يا جوح أقراها كيف مكان والله ما ظل بي حيل ليكون صار له شيء يا أخي والله كتابة أخوك ما تنقرا وش هذا إيه جوح أفندي وش هالكتابة هذه عربي ولا صيني ولا وش هذا إيه وش هالخط هذا وش هال جحا فندي هات الرسالة هات تراك ما تعرف تقرأ وبطيت شبدي هات الرسالة يا جحا يا أخي أخوك ما يعرف يكتب هذه خرابيط مو كتابة أنصحك تتبرى منه اسكت أنت اللي ما تعرف تقرأ ما تستحي على حالك عمرك 70 سنة وما تعرف تقرأ شايل عمامة على رأسك إذا ما تعرف تقرأ لويش لابس عمامة على رأسك قل لي لابسها وعامل حالك تفهم يا جحا يا عيني العمامة وش علاقتها هي وصلت القضية للعمامة طيب ها خذها وحطها على رأسك تشوف تفرق الحروف ولا تفرق الألف من التاء اها يلا يلا اقرأ تشوف هي العمامة على رأسك استوعب خلي لك العمامة وكلمة جتك رسالة خرابيط من أخوك قبال اقراها وحدك مبروك عليك واتح عروري انت ساعي انكسو قبقوين يا برنامج كما ولد عرورتا واتقل سعوتين تي فيغا سمسات حرنتي سدحي اي مقالة نيروبي وحا برنامج كيدين لسعود سيني ساي انيقو انتصار صالح حسينة دانكا كاميرا دا ومولد ورسمة كلنا تاني انتان برنامج كامل لما دكو كل مدونو وحان انكاقتقين عروري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا رمضان كريم عيوني تشتاق له والقلب يحن له عيوني تشتاق له والقلب يحن له حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد عيوني تشتاق له والقلب يحن له
عيوني يا حبيبي محمد.